السلام عليكم ورحمة الله. ده الامتحان التاني من كتاب المرشد، بكرة الثانوية الأزهرية، دور أول أدبي 2021 2022. أول واحدة تشوز هير فاذر ووز 8 years when he، باباها كان عنده 80 سنة عندما إيه؟ عندما مات. when he died، when غالبا بيجي بعديها ماضي بسيط، died when he died. she any meeting since، أنا عندي هنا كلمة since، طالما عندي كلمة since بيجي قبليها مضارع تام، since يعني منذ، بيجي قبليها مضارع تام اللي هو ايه، have او has، تصريف تام. since او for غالبا بيجي قبليه مضارع تام، have او has تصريف تام. she hasn't attended any meeting since she came here، و since بيجي قبليها مضارع تام بعديها ماضي بسيط، ما بيجيش بعديها مضارع تام، يعني محدش اختار بعد since have او has، لا since بيجي قبليها have او has. يبقى she hasn't attended any meeting، يعني هي لم تحضر أي اجتماعات since she came here، منذ أن أتت إلى هنا. Number three، he was angry because، أنا عندي هنا كلمة because، he his work، عندي كلمة because، عندي هنا حدثين حصلوا في الماضي، هو كان متضايق لأن هو فقد المحفظة، يبقى هو الأول فقد المحفظة وبعدين اتضايق، فهنا because عاملة زي after كده، he was angry after he، بعد ما هو إيه؟ فقد محفظته، يبقى فقد محفظته دي الحدث اللي حصل الاول، يبقى ده باست بيرفكت، ماضي تام. معنى الماضي تام حاجتين حصلوا في الماضي وحاجه حصلت الاول، يبقى دي حاجه حصلت الاول هاد لوست، يبقى he was angry because he had lost his wallet. نمبر 4، this is film I have ever seen، ده احسن فيلم شفته في حياتي. this is the funniest. we hope، اول ما الاقي كلمه we hope بيجي بعدها will، والمصدر احنا بنتمنى he will win the championship next year، يعني نتمنى ان هو يفوز بالتشامبيونشيب، يعني البطولة next year العام الماضي، يبقى we hope he will win. why don't you، دي من اساليب عمل الاقتراح. what about، why don't you، let's، why don't you، يعني لماذا لا، بيجي بعديها مصدر، اصلا don't و doesn't و didn't بيجي بعديهم مصدر. why don't you، لماذا لا. why don't you complain to the teacher، لماذا لا تشتكي للمعلم. ممكن اقول what about complaining to the teacher، يبقى من اساليب عمل الاقتراح why don't you او what about، بس why don't you هيجي بعديها الانفينيتيف، what about هيجي بعديها فيرب ذات اي ان جي. why don't you complain. we will stop، نتوقف عن شيء، هنتوقف حتى نفعل شيء ولا نتوقف عن شيء، نتوقف عن ارسال الايميلات in 10 years time، في خلال 10 سنوات هنتوقف عن ارسال الايميلات، يبقى هنتوقف عن حاجه فيرب زد اي ان جي. we will stop using، انما هنتوقف حتى نفعل شيء، حتى نرسل ايميل مثلا، يبقى we will stop to send an email، توقفنا حتى نرسل ايميل، انما نتوقف عن حاجه نهائيا stop ده الفعل زد اي ان جي. I will have، دي عامله زي جمله العلم بالظبط، ده على الكوزيتيف في الباسيف. I will have my bookcase، يعني انا هجيب حد يعمل لي البوكيز، يوصل لي البوكيز بتاعتي. I will have my bookcase delivered، يعني I will have someone deliver، لو كان جاي بقى اسم الشخص كنت جبت الفعل في المصدر، ده positive. I will have my bookcase delivered. you can telephone during normal working hours، تستطيع ان تتصل خلال ساعات العمل العادية، normal working hours. that building 10 years ago، ago، ago دي كلمة من كلمات الباست تمبل، من كلمات الماضي البسيط، والبيلدينج باسيف طبعا، مش هقول المبنى بنى، بني، بني في الباسيف في الماضي البسيط، was a where زي التصريف تالت، يبقى that building was built. number 11، the bad weather we didn't go out، بسبب الطقس السيء احنا ما خرجناش، يعني ايه بسبب؟ مفروض بيكوز، لكن بيكوز دي لازم تيجي بعديها جملة كاملة، because the weather was bad، لازم أن يكون فيه فعل، فاعل الأول وفعل، أقول ذا because the weather was bad، إنما because the bad weather ده اسم، مفيش هنا فعل في الجملة الأولانية خالص، ما ينفعش يجي because والجملة ما فيهاش فعل، ده اسم. أمال إيه؟ عايز أجيب كلمة بسبب وما يكونش، وبيجي بعديها يا إما فعل طبيعي إن جي أو اسم، بس هي كلمة owing to، وكلمة owing to دي بتساوي كلمة because of، وبتساوي كلمة due to، نتيجة لي، يبقى owing to معناها بسبب، هي هي because of، because of the bad weather or the owing to، الإجابة هي owing to، owing to the bad weather we didn't go out. number 12، I have spent nearly all my money، أنا تقريبا صرفت كل فلوسي، and have only a little left، وعندي فلوس قليلة فقط متبقية، يبقى كل صرفت كل فلوسي، كل يعني she have known
about the bad news. She seemed very sad. شكلها مضايقة أوي. يبقى أكيد ده deduction، ده استنتاج، أكيد عرفت الخبر السيء. طالما عرفت، طالما شكلها she seemed تبدو حزينة، يبقى أكيد، يبقى ده أنا متوقعة ومتوقعة ومتأكدة من التوقع بتاعي، يبقى must. She must have known. طب لو هي ما عرفتش يبقى كان، طب احتمال إن هي تكون عرفت يبقى might، إنما هنا هي أكيد عرفت لأن هي تبدو حزينة. She must have known. Actually ان، طبعا ما ينفعش وير يجي قبلها ان، ما ينفعش ذات يجي قبلها ان، ما ينفعش وين يجي قبلها ان. الحاجه الوحيده اللي بيجي قبلها حرف جر هي كلمه which. The factory in which I work، يعني المصنع اللي انا بشتغل فيه is very big، كبير جدا. طب لو ما فيش ان يبقى وير، مش مشكله. داد اس، داد قال لنا، يعني في هنا اس في مفعول، يبقى قال لنا، اخبرنا، يبقى تولد اس. I think we will find life on other، أعتقد إن إحنا هنلاقي هنجد حياة على الكواكب الأخرى، on other planets. I am not hungry، أنا مش جعان. I will just have a snack، هاخد وجبة خفيفة. He can recite the whole poem from، يعني هو يستطيع أن يتذكر كل القصيدة من الذاكرة، from memory. They a few changes to a plan، عملوا تغييرات، مع كلمة changes بيجي معاها made. They made a few changes to a plan. When will he، متى سوف، to the invitation، هيرد امتى على الدعوة بتاعتك. يرد يعني يرد، reply. وانا لو شلت الحرف البي من كلمة reply هتبقى rely، اللي هي يعتمد على rely on، و rely on بتساوي depend on. وكلمة replay، replay يعني يعيد تشغيل، delay يعني يؤخر، ريبليس يعني احل محل، انما وين ويل هي ريبلاي، متى سوف يرد. I think he won't for the job at the bank، اعتقد ان هو مش هيقدم طلب للوظيفه في البنك، يقدم طلب يعني ابلاي. The of regular exercise is very great، يعني قيمه التمرينات المنتظمه عاليه جدا، عظيمه جدا، قيمه يعني value. It was a very picturesque place، كان مكان رائع. A lot of tourists visit it every year، كثير من السياح بيجوا كل سنة. You needn't your voice، يرفع صوته يعني ايه؟ يعني raise your voice، انت مش محتاج ان انت ترفع صوتك. I can hear you very well، انا بسمعك كويس قوي. يبقى you needn't raise your voice. Can you that، هل تستطيع اثبات، يثبت يعني يثبت يعني prove. Can you prove that، هل تستطيع أن تثبت أن. You were at home at that time، إن أنت كنت في البيت في هذا الوقت. It was 2 o'clock، الساعة كانت 8، الساعة كانت 2. When a 5-year-old Sammy، عندما استيقظ سامي ذو 5 سنوات، woke up to go to the toilet، يبقى why did he wake up، ليه هو استيقظ to go to the toilet، حتى يذهب إلى التويلت. His parents were fast asleep in bed، والديه كانوا نايمين في السرير. But when he heard a noise in the living room، سمع صوت في living room and saw a light was on، شاف ان الضوء ان الكهرباء قايده يعني، he went down stairs، نزل للطابق الاسفل. There he found two men، لقى رجلين. They asked him his name، سألوه عن اسمه. And all and told them، told ناس حرف التي، and told him، وقالوا له they were friends of the family، هم أصدقاء العائلة. Unfortunately، ولسوء الحظ، سامي believed them، believed يعني صدقهم. They asked where the video recorder was، سألوه فين مسجل الفيديو. سامي showed them and said they had a stereo and a CD player too، وقال له إن هم عندهم ستيريو وسي دي بلاير ايضا. The two men carried these to the kitchen، اخذوه للكيتشن. سامي also told، خدوا ايه يعني، دي عايده على ايه؟ اكيد دي عايده على الستيريو والسي دي بلاير والفيديو، فيديو ريكوردر. سامي also told them، قال لهم ايضا ذات، ان his mother kept her purse، مامته بتحتفظ بكيس النقود بتاعها in a drawer، في درج in the kitchen. So they took it، أخدوه. They finally left at 5 a.m. ومشوا غادروا البيت الساعة 5 صباحا. They asked Sammy to open the back door، طلبوا من سامي إنه يفتح لهم الباب الخلفي because they didn't want to wake his parents، عشان مش عايزين يصحوا والديه. So Sammy held the door open for them، فتح الباب ليهم. He then went حرف T، he then went back to the bed
his parents didn't know about the burglary until يعني والديه لم يعرفوا أي شيء عن السرقة until they got up the next day لحد ما صحيوا تاني. Fortunately والحزن الحظ the police caught the burglars اللصوص last week الأسبوع اللي فات. حسن الحظ البوليس مسك اللصوص الأسبوع اللي فات. السؤال الأولاني why did Sammy wake up؟ ليه سامي استيقظ؟ طبعا احنا قلنا to go to the toilet. To go to the toilet. Number two. What did Sammy notice when he woke up؟ لاحظ ايه؟ لما صحي he noticed that لاحظ ان a light was on ان الضوء كان شغال and he heard a noise downstairs وسمع ضوضاء downstairs بالطابق الأسفل. What were his parents doing when he woke up؟ والديه كانوا بيعملوا ايه لما صحي؟ sleeping هم كانوا نايمين. What did he find when he went downstairs؟ ماذا وجد عندما ذهب للطابق الأسفل؟ He found two men. وجد رجلين. Where did Sam's mother used to keep her purse؟ مامة سامي على طول بتحط الكيس النقود بتاعها فين؟ In a drawer بدرج in the kitchen. The burglary took place السرقة حصلت فين؟ At night طبعا ليلة. The two men were الرجلين كانوا burglars يعني لصوص. Sammy was enough to help the two men. Sammy was innocent. Innocent يعني بريء، درجة كافية أن يساعد رجلين. Sammy was innocent. Innocent يعني بريء. The police catches the two men. Managed to يعني نجح فيه إن هو يقبض على الرجلين. The two men asked Sammy about سألوه عن إيه؟ The video recorder. سألوه بس على الفيديو recorder، بقية الحاجات هو اللي قال من نفسه. يبقى سألوه عن الفيديو recorder. نبص على الإسلاميك. What did What did عمر worship؟ worship يعني ماذا عبد عمر before embracing Islam؟ قبل اعتناق الإسلام. يبقى he worshipped عبد idols. idols يعني الأصنام. like many Arabs in Arabia مثل معظم العرب معظم العرب في شبه الجزيرة. سؤال number two how was عمر saved from darkness؟ was وتصريف ثالث يعني ده باسف. كيف أنقذ عمر من الداركنس من الظلام؟ by embracing Islam عن طريق embracing ايه كلمة embracing ايه by embracing Islam through the light of Allah ومن خلال نور الله. number three what was Lady خديجة looking for؟ Lady خديجة كانت بتبحث عن ايه؟ an honest man looking after her business يعني راجل honest. honest يعني أمين. looking for looking after يعني يعتني بيه her business التجارة بتاعتها. what did خالد بن الوليد show in battles؟ خالد بن الوليد أظهر إيه في الباتلز؟ في الباتلز باتلز يعني المعارك. an outstanding courage and skill يعني an outstanding courage. outstanding courage يعني شجاعة بارزة and skill ومهارة. What did the unbelievers force the Muslim immigrants to do؟ ماذا أجبر ال unbelievers الكفار the Muslim immigrants المهاجرين المسلمين أن يفعلوا؟ يعني الكفار أجبروا المهاجرين المسلمين إن هم يعملوا إيه؟ يبقى to leave their city مكة أجبروهم إن هم يسيبوا مدينتهم مكة their homes وبيوتهم and properties وممتلكاتهم. أول واحدة في الليتشوز the battle of Badr معركة بدر was between faith كانت بين faith يعني الإيمان and disbelief disbelief وعدم الإيمان والكفر. it was who called خالد the sword of Allah مين اللي سمى خالد بن الوليد the sword of Allah سيف الله. it was the prophet peace be upon him سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام. number 8 محمد peace be upon him was known for his honesty يعني محمد صلى الله عليه وسلم عرف بأمانته before ولا after ولا before and after Islam أكيد before and after Islam. number 9 lady خديجة the prophet cares and pains lady خديجة
شيرد يعني شراكة الرسول، كيرز اهتماماته وآلامه، فاطمة تو جيف عمر ذا شيت، فاطمة ريفيوزد رفضت تو جيف عمر ذا شيت، نتج تعطي عمر الشيت الورقة شي ووز ريدنج اللي كانت بتقرأها اون كونديشن ذات بشرط تمام. هي هنا هي رفضت ان هي تدي الورقه، بس هي مش رفضت، هي وافقت ان هي تدي الورقه اون كونديشن ذات بشرط ذات هي ووشد اند بيوريفايد، ان هو يغتسل ويتطهر. يبقى هي وافقت ان هي تدي له الورقه بشرط ان هو يغتسل ويتطهر، شي اجريد. dialogue between A and B. Hello, is that Mr. Ali? Yes, how can I help you? I am Ahmed. I am interested in your flat. أنا مهتم بالشقة بتاعتك. وسأله سؤال، قال له it is big flat. There are two bedrooms, a bathroom. يبقى بيسأل هنا عن عدد حضرات الشقة. How many rooms has the flat got? How many rooms has the flat got? يبقى كم عدد الحجرات الموجودة في الشقة؟ أو how many rooms are there in the flat? Rooms are there in the flat. Number two. بيسأل سؤال، قال له it is on the second floor. هي في الدور الثاني. بينا بيسأل سؤال، قال له it is on the second floor. يبقى which floor is it? Which floor is it? How much is the rent? كم سعر الإيجار؟ It's مثلا 1000 pounds a month، ب 1000 جنيه في الشهر. It's 2000 pounds a month. That's perfect. سأل سؤال، قال له have about Sunday morning. يبقى السؤال كان إيه؟ when can I see it? When can I see it? ده باراجراف. بعدين translation. The article was deliberately misleading and the newspaper has apologized. المقال لقد قال طبعا لقد قال كانت المقالة مضللة إلى مضللة عن عمد واعتذرت الجريدة. نمبر 2. Man has upset the environmental balance of the world. لقد أفسد، هذا على طول بتترجم لقد أفسد الإنسان التوازن البيئي، التوازن البيئي للعالم. لعب خالد دورا رئيسيا في نشر الإسلام. خالد played a leading role in spreading Islam in Iraq. خالد أبدأ بالفعل، خالد played a leading role أو an important role، دور يعني role R O L E in spreading Islam in Iraq، في نشر الإسلام في العراق.